face when I'm with you. But I love it, but I love it. She told me don't worry about it. Good morning from MTV Alive. يسعد صباحكم مشاهدينا واطيب تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتابعونا عبر شاشه الام تي في، هالشاشه الصغيره اللي اختصرت كل المسافات وجمعتنا فيكم وين ما كنتوا موجودين بالعالم، ومن خلالها عم نعرفكم على اخر الاخبار، اهم الاحداث وابرز النشاطات اللي عم بتصير بلبنان، وكمان بنعرفكم على كل تفاصيلها خلال او من خلال فقرات برنامجنا السريعه والمنوعه. واذا اليوم عم بتابعونا من البيت نحن رح نرافقكم انتوا عم بتقوموا باشغال شغال المنزل وتحضير الغداء، وإذا عم بترافقونا من المكتب أو من مكان عملكم بنتمنى لكم نهار مثمر، وتذكروا مشاهدينا إنه كل نهار جديد هو فرصة جديدة لإلنا حتى نتقرب أكثر من تحقيق أهدافنا، فاستفيدوا من هالفرصة حتى تكونوا خلاقين أكثر، منتجين أكثر، وحتى تعطوا أكثر، وإن شاء الله بتلاقوا على قد ما بتعطوا. حلقة جديدة من MTV Alive غنية بضيوفها وبفقراتها وكمان بزملاء اللي رح يرافقوني اليوم ستيفاني وفادي. صباح الخير. صباح النور. كيفكم اليوم؟ كثير منيح. كيف؟ اليوم انطلاقة لا توصف، لأنه أوقات بتنطلقوا من البيت هيك متفائلين وإيجابيين، الطقس حلو، الشمس طالعة، الهواء حلو، وفجأة بتطلع بالسيارة وبتنطلقي وبتلاقي عجقة سير ما إلها حساب أبداً، مش بوقت وبمكان مش متوقع. وين عايشة يا رولا؟ اخ يا ريت على المريخ اليوم. مانهاتن. ليك لما كنا على الانيب عجقة سير بتصور الكل بيوافقوني الرأي، اني بليس از جود الا اللي العجقة قطعت. ليك وين ما كان في عجقة؟ صحيح بكل البلدان بنعرف لما بنسافر بنلاقيها، بنقول نحن غير مش متطورين، هالشيء مش صحيح ابدا، كل بلدان العالم متطوره فيها عجقات سير، بدنا نتحمل وبدنا نكون متفائلين ومنتجين وخلاقين اكثر، وفكرات عديده ومنوعه بانتظار المشاهدين. في شيء حابين تخبرونا اياه؟ في قصص عن طريق التنقل فينا نحلها، فينا نبلش نستعمل بايسيكلز، الطقس صار كثير حلو، وفي يا ريت كنت على بايسكل اليوم كنت وصلت اسرع، حتى في هيك اوبشن صغار للبايسكل زي ما نحمل الاغراض معنا كيف نحملهم. هلا وقتها كمان مع طقس الربيع. ستيفاني اب تو ديت؟ انا ايت سمارت واكيد كوكينج مع دلال كانج اليوم من نهار الاربعاء، ورح نبلش اب تو ديت اخبار منوعه باب تو ديت. بعد هالوقفه القصيره رح ناخذ نفس عميق ونرجع لكم مشاهدينا. بنحييكم مشاهدينا واهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا. اولى فقراتنا هي اب تو ديت واخبار من لبنان، الدول العربيه والعالم. اول خبر من لبنان وعن الكهرباء او ملف الكهرباء اللي راح ينفرج حسب ما وعدونا، اقرار خطه الكهرباء وبسيل بيقول جايكن شيء اهم. لا شو قصد؟ ما بنعرف. وافق مجلس الوزراء على خطة الكهرباء اللي تقدم فيها وزير الطاقة سيزار أبي خليل خلال جلسة على قدم بارح بالقصر الجمهوري ببعبدة خصيصا للبحث بهالمشروع. ببداية الجلسة هنى الرئيس عون مجلس الوزراء على إقرار الموازنة العامة واتمنى أنه تاخذ طريقة لمجلس النواب، وكمان تحدث عن الزيارة اللي قام فيها للفاتيكان وأشار للدعم اللي قدمه قداسة البابا فرانسيس للبنان، وأنه البابا شدد على أهمية الوحدة الوطنية وخصوصا العيش المشترك المسيحي والإسلامي. أما بالنسبة للقمة العربية بالأردن اليوم، فقال الرئيس عون أنه رح يحمل بكلمته رسالة سلام باسم جميع اللبنانيين، ورح يأكد على أهمية التضامن العربي، ولفت إلى أنه التركيز اليوم هو على الخطة الكهربائية لإنقاذ هالقطاع. ومن جهته صرح وزير الخارجية جبران باسيل للصحفيين وقال انطروا جايكم شيء أهم من الكهرباء، وبيبقى ننطر حتى نعرف شو هو الأهم. بعد انتهاء الجلسة أعلن وزير الإعلام ملحم رياشي أنه ناقشوا بالجلسة الخطة الكهربائية لقطاع الإنقاذية لقطاع الكهرباء، وتمت الموافقة على اقتراح
اقتراح وزير الطاقة، وراح يتم عرض تفاصيل الخطة على مجلس الوزراء تباعا، والوزير أبي خليل راح يعرض كل نقاط الخطة الكهربائية الأسبوع المقبل بمؤتمر صحفي. وختم الوزير الرياشي وقال الأولوية هي أكيد لخطة الكهرباء، وراح يتم استئجار الطاقة حتى يكون لبنان مضوى، اسمعوا كثير منيح، 23 إلى 24 ساعة كل يوم. It is about time. بس كم مرة وعدونا بهالشيء سابقا ستيفاني؟ يعني كل كم سنة بيطلعوا لنا بمشروع على أساس هيدا هو المشروع لحل جذري بملف الكهرباء، بيقولوا لنا 24 على 24، والوزير باسيل بالأخص، خلونا نشوف إذا هالمرة راح يصدقوا. نحن كنا رح كان عندنا هالمشكلة ولينا تأملا بهالشيء، رح نضوي لكم شمعة هيك بركي عدناها بعدين. خبرية عن المغنية أديل رولا، خبرية مش حلوة. لنشوف شعر ملايين المعجبين بالصدمة، وبعد ما صرحت المغنية البريطانية أديل بأنه حفلتها النهائية من جولتها الغنائية العالمية الطويلة يلي رح تكون بنيوزيلندا يمكن أنه تكون آخر كونسرت لإلها على الإطلاق. واعترفت أديل 28 سنة خلال حفل أحيته بأوكلاند أنه خشبت المسرح مسألة كبيرة بالنسبة لإلها، وهذا الشيء عم بخليها غير متأكدة من قدرتها على القيام بجولات غنائية أخرى عن جد كتير حلوة. وأضافت أديل ليلة الأحد، أنا مني بارعة بالجولات الغنائية، كما أنه التصفيق يشعرني بالضعف، ما بتحب تعمل كونسرت، عندها فوبي بس تعمل كونسرت. وقالت أنا لا أعرف إذا كنت سأقوم بأي جولات غنائية أخرى. وأكدت أديل أن الحفلات الغنائية ليست المفضلة بالنسبة لها، وكشفت أن جولتها الأخيرة حول العالم هي أعظم إنجاز بمسيرتها الفنية. وقد اختتمت أديل 13 شهر من جولتها الغنائية العالمية عبر أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، وعلى الرغم من أنه بعد في من جولتها الغنائية فقط 4 حفلات خلال شهري حزيران وتموز المقبلين، ولكنها بتشعر دائما بالرهبة والقلق من المسرح، وبتخاف أنه تخيب ظن المعجبين. بتفهمها لانه انا كمان عندي نفس الشعور، حتى ولو صار سنين على التلفزيون ببدايه كل حلقه بشعر بشويه توتر، اذا عندي حفله كمان على مسرح صح مش تغني على مسرح غير صح مش تغني تقدم، كمان بشعر هيك برهبه صح الموقف اولا وثانيا يعني الكاميرا، فبنتفهمها. مش هين ابدا الشخص صح او الفنان يوصل لهالشهره العالميه بهالسرعه وبعمر كثير صغير، فان شاء الله تغير رايها وتفكر كثير منيح. انا بقول تعبانه كثير عشان هيك عم بتحكي بهالطريقه. ملايين المشاهدات لطفل عبقري لبناني تفوق على خبره بالحساب الذهني السريع. بعضهم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالعالم العربي عم بيتداولوا بكثافه كثير كبيره، ومن عده ايام فيديو لطفل لبناني عبقري شارك بمنافسه للحساب الذهني الفوري ببرنامج تلفزيوني الماني عرض بشهر شباط 2017، وفاز الطفل على مدرسي رياضيات بتحدي الحساب، وحقق الفيديو ملايين المشاهدات من حول العالم. فظيع. البرنامج اسمه صغار ضد الكبار، وبضم منافسات بين أطفال عندهم مهارات ومواهب مميزة ومنافسين كبار. وعرض البرنامج قبل بدء المسابقة ريبورتاج عن محمد المير اللي عمره 13 سنة، ابن مدينة طرابلس اللبنانية الملقب بمو. تحدث عن عائلته وبيته ومدرسته وحياته اليومية الجميلة بمدينته، وقال قد ايه هو بحب لبنان. برنامج الألماني مدح كثير طبعا بمحمد اللي حصل على الميدالية الذهبية للمرة الثالثة ببطولة العالم للحساب الذهني اللي جرت بألمانيا العام الماضي عن فئة أعمار 12 ل 14 سنة، ووصفوه بالعبقري الصغير. أكد محمد على دور أهله بتدريبه على الحساب الذهني، وبيعتبر أنه هالمهارة اللي عنده إياها هي هبة قام بتطويرها عبر التمارين، وبدأ بالعمل عليها من حوالي 3 سنين. وقال مقدم البرنامج أنه ما قدروا يلاقوا ستيفاني شخص واحد حتى يتحدى محمد، فشكلوا فريق مؤلف من 4 أشخاص وهن أبرز المتخصصين بالرياضيات عالميا. وفاز محمد بعد ما أنجز العملية الحسابية بدقيقة و26 ثانية،
وبالمقابل ما قدر الفريق من الخبراء يحصلوا على النتيجة الصحيحة وأعطوا الجواب الخاطئ بدقيقتين و21 ثانية، يعني ضعف الوقت اللي أخده محمد. برافو، يعني بالفعل بيستاهل هاللقب الطفل العبقري محمد. برافو، بكل فخر منقول هالخبر، وقد ايه بيكبر قلبنا لما نشوف كمان اطفال لبنان عم بيحققوا ابداعات حول العالم. منهنيك محمد، منهني اهله كمان. اهله كمان في اكيد 100%. بتحبي تسافري بالطياره ولا بالقطار ولا؟ بحب سافر، بس رحله الطياره مزعجه، ترين كمان حلو. حلو. خبرية عن رحلة بالقطار. هي رحلة الأحلام. أحلام. بيفضل بعض الناس السفر بالقطارات وبيلاقوا بهالشي متعة غير عن السفر بالطيارات ووسائل أكيد المواصلات الأخرى، لكن السفر عبر طريقة جديدة رح نشوفها بشهر أيار المقبل رح يجعل محبي السفر بالقطارات أكثر رفاهية وسعادة ومتعة. وعم يستعد قطار شيكيشيما الياباني لإطلاق خدمة جناح من طابقين، رح يكون في كل ما بيشتهيه الإنسان، ورح يحس المسافر كأنه عايش ببيته أو بفندق على أعلى المستويات. ورح يكون على متن القطار وجهات بانورامية بالإضافة لدخوتة كبيرة ومريحة ولمسات فاخرة بالديكور الداخلي والأثاث. وتم تصميم هالقطار من قبل خبير أشهر السيارات الفاخرة مثل بورش وفيراري ومازيراتي. والعدد الكلي يلي بيتحمله القطار برحلة وحدة هو 34 راكب فقط، حتى تكتمل فنون الراحة والرفاهية للكل. والقطار رح يجول بالشرق الياباني وسط طبيعة خلابة، ويمكن الراكب أنه يحجز لثلاث ليالي متتالية. وبيبلغ عدد عربات القطار 10 عربات، وبيشمل مطعم رفيع المستوى. رح يكون أمام المسافر العديد من خيارات الطعام الفريدة من المأكولات البحرية، بالإضافة إلى المأكولات الفرنسية والمعجنات. روعة، يعني فندق 5 نجوم متنقل. اكزاكتلي. نقل فينا من مدينة لأخرى. هيدا بس موجود باليابان حاليا. باليابان عندهم طبيعة خلابة، فمناظر رائعة على الطريق. نيالكم في طيارات على كل عم يتجهزوا بنفس الطريقة، فراح نضيع بين الطيارة وبين القطار. بس نسيتي السعر، يا ريت حطوا لنا السعر بس ناخذ فكرة قد ايه ممكن يكلف هالشيء. تقريبا 2400 ليلة. مش عاطلي. بروح مشي صدقه. ثانك يو ستيفاني، هيدي كانت اخبارنا بي اب تو ديت. في وقت للصوره او ما في؟ بشرونا بصوره حلوه من الارز كمان، ارز الرب. روعه. والطقس قليل الغيوم دون تعديل، يذكر بدرجات الحراره 20 درجه ماكسيموم ببيروت اليوم. وقفه قصيره مشاهدينا ورايحين لعند فادي واخبار تكنولوجي.